رائعين جدا، زائد انها كتعطي واحد الرطوبه وواحد النعومه كبشره الاطفال. تبعوا معايا الفيديو للاخير ان شاء الله. صحباتي كبيداتي الفنات ديالي لاباس عليكم، كلشي بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم البنات، اليوم وصفه رائعه جدا، وصفه جديده يا اختي من داك الشرفي ان شاء الله. ولكن قبل، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وصفه اليوم وصفه رائعه جدا ومميزه بواحد المكون اللي هو اش نقول لكم، كنرميوه وما كنستعملوهش وما عمرنا استعملناه في الوصفات. وهذا المكون هذا عنده واحد الفوائد اللي هي عديده جدا، ومن الفوائد ديالو على البشره ديالنا انه كيمنع الشيخوخه المبكره، كيحيدنا التجاعيد، كيخلي البشره البنات واحد النعومه كالاطفال، كيعطي واحد البشره واحد النعومه واحد الاشراقه رائعه جدا، زائد انه مبيض ومفتح البشره. الناس اللي عندهم الكلف والتسبغات والمشاكل اللي كيكونوا في البشره، اللي كيكونوا تسبغات، كيكونوا كلف، كيكونوا بزاف المشاكل عندنا في البشره ديالنا، كيحل هذه المشاكل نهائيا بصفه نهائيه اكيد مع المداومه. غنوريكم الوصفه المكونات ديالها مع طريقه استعمال ديالها، داكشي مرحله بمرحله ان شاء الله، باش هكا ان شاء الله ما تزقلو حتى شي حاجه وتستافدوا من هذه الوصفه هذه من تجربوها. وما تنساونيش من لايكات لايكات ديالكم، دابا نزلوا خليوا اللايك ديالكم والتشجيعات ديالكم، وبارطاجيو هذا الفيديو مع اي واحد عنده هذا المشكل ان شاء الله. وان شاء الله على هذه الوصفه هذه ما غيبقاش عنده هذا المشكل تماما ونهائيا. غنخليكم دابا نيشان مع مكونات الوصفه، وغنعاود نرجع معكم باش نوريكم طريقه الاستعمال ديالها. تبعوا معايا الفيديو للاخير. على بركة الله حبيبتي، غنبداو في مكونات الوصفة. المكون الأساسي والرئيسي عندنا في هذه الوصفة هذه هو ذروة الجمل أو شحم الجمل أو ذروة أو شحم الخروف، تقدروا تستعملوا اللي بغيتوا اللي متوفر عندكم. أنا هنا عندي ذروة الجمل وعندي شوية من شحم الخروف، يعني خلطتهم بجوج بهم ما كاينش مشكل، تقدروا أنكم تخلطوهم بجوج كيف ما تقدروا تستعملوا فقط حاجة واحدة. على هذا الشكل هذا غنبقى نقطع هذيك ذروة الجمل قطع صغيرة كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. ذروة الجمل راه من اكثر المكونات الرائعة في التبييض وفي ازالة التجاعيد والخطوط الرفيعة وفي محاربة الشيخوخة البنات، راها رائعة جدا للبشرة والناس اللي عندهم الكلف او الناس اللي عندهم تسبغات في البشرة ديالهم او البشرة ديالهم جافة بزاف بزاف شديدة الجفاف. هذه احسن وصفة في الترطيب، كتعطي واحد النعومة مثل الاطفال البنات. انا كنحاول نوضح له شتي باش هكا الجميع ان شاء الله يفهمني ويفهم الوصفه وتكون الافاده وتعمل الافاده للجميع باذن الله. داكشي علاش ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبالتشجيعات ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع اكبر عدد ممكن من الناس، باش ان شاء الله اي واحد عنده هذا المشكل هذا او لك يعاني من مشاكل في البشره ان شاء الله تحلهم ليه هذه الوصفه هذه باذن الله. وغترجعوا عندي وغتشكروني عليها لانها وصفه من اروع الوصفات في التبييض وفي إزالة جميع المشاكل اللي في البشرة. صافي البنات، حنا غناخدو هاد ذروة الجمل أولا كيف قلت لكم شحم الخروف أولا شحم البقر اللي عندكم متوفر. غادي تاخدو كسرونة أولا شي مقيلة، فاش غندوبو هاد ذروة الجمل هادي غادي نحط المكونات تما، هاد المكون هذا، باش غادي نديرو في نار مهيلة البنات، فوق نار مهيلة ومع التحريك المستمر حتى غدوب يديك شحم الجمل تماما، وغنحصلو على زيت فقط كيف ما كتشوفو معايا. هاديك الشحمة دابت مزيان مزيان وحصلنا على هاد الزيت هذا ديال ذروة الجمل. صافي، وغادي نقوم بتصفية هاد الخليط هذا باش ناخد فقط الزيت والباقي غادي نرميه. فوالا حبيباتي، كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو كنوريكم كل شيء مرحله بمرحله. تبعوا معايا ان شاء الله الفيديو للاخير، هكا ان شاء الله غادي تلق لكم الوصفه وباش تعطيكم المفعول اللي هو رائع جدا. وترجعوا عندي وغتشكروني عليه، فقط تبعوا داك الشيء بالحرف كيف ما كنعطيه لكم بالطريقه المضبوطه ومع طريقه الاستعمال اللي غنشارك معكم في الاخر ديال الفيديو بحول الله. دابا غندوزوا للمكون الثاني اللي هو الليمون او لا البرتقال، على حسب الحساسيه ديال كل بشرة. كاين اللي عندها بشرة حساسة بزاف ما تستعملش الليمون، تستعمل البرتقال. انا هنا غادي نستعمل الليمون لانه مبيض رائع للبشرة وكيفتح البشرة خمس درجات. غادي تحيدوا داك الحامض، غتحيدوا ليه العصف ديالو باش هكا ما يمدوش حتى شي حاجة، حنا بغينا فقط الماء ديال الحامض. فوالا كيف ما كتشوف معايا على هذا الشكل هذا، ناخذوا نصف حامضة وتقدروا تعوضوها كيف قلت لكم بنصف ليمونة. اي مكون كيكون عنده بديل اخر
كنشاركوا معاكم باش هكا اللي عندك متوفر اولا اللي انتي ارتحيتي ليه وبغيتي ديريه ديريه. ولكن ملي كيكون عندنا مكون اساسي في الوصفه كنقول لكم هذا المكون راه ما عندوش بديل اخر باش هكا ان الوصفه تنجح معاكم 100%. دابا عندي نشا الذره مايزيدا اولا نشا الذره. نشا الذره نتوما وليتوا عارفين وعارفين مزيان انا جميع وصفاتي ديال التبييض وديال البشره كنستعمل فيهم نشا الذره لانه من اروع المكونات في التبييض وفي تفتيح البشره 5 درجات وكتعطينا واحد الاشراقه رائعه جدا للبشره وكتحيد الكلف التصبغات جميع مشاكل البشره اكيد مع المداومه البنات. هذه مرحلة أساسية أنكم ضروري تذوبوا هذاك النشا الذرة في ذروة الجمل ضروري أنها تذوب جيدا عاد باش نضيفوا لها باقي المكونات يعني ما تخليوهاش هكاك تبقى محبة ضروري ما أنكم تذوبوها مزيان 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 في هذاك الحامض مع ذروة الجمل أو زيت ذروة الجمل باش هكا إن شاء الله نضيفوا لها باقي المكونات. وهنا عندنا المكون الآخر هو الكركم. الكركم البنات رائع جدا في تفتيح البشره وفي ازاله الكلف والتجاعيد. الكركم من اروع ما يكون نتوما عارفين هذه القضيه ولكن من الاحسن انه يكون كركم اللي هو مطحون على اليد يكون طبيعي 100% باش هكا ان شاء الله النتيجه ديال هذه الوصفه تكون فعاله وفعاله جدا. ما تحاولوش انكم تشريوه من الاحسن انكم تطحنوه في الدار ديالكم. نسيت ما قلتش لكم بلي نشا الذره تستعملوا منه ملعقه كبيره من نشا الذره زائد ملعقه صغيره من الكركم. وهنا عندي حليب بودره اي حليب بودره متوفره عندكم تقدروا تستعملوه كيف ما بغات تكون ماشي بالضروره هذه اللي درت انا. اي حليب بودره استعملوا منها حتى ملعقه كبيره من حليب بودره. الا ما توفرش عندكم حليب بودره تعوضوها بدقيق الارز او دقيق الحمص. دقيق الحمص او دقيق الارز هو رائع جدا في تفتيح البشره وفي ازاله التجاعيد وازاله البقع السوداء اللي كيكونوا عندنا في الوجه ديالنا. فوالا حبيباتي كنبقى نخلط المكونات جيدا ما كتبقاش عندنا الوصفه فحال هكا سائله كتجمد. انا غنشارك معكم دابا طريقه الاستعمال وكل شيء ان شاء الله تبعوا معايا الفيديو للاخير هكا ان شاء الله باش تستافدوا. حبيباتي هذه هي الوصفه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا كتولي عاقده لان هذيك ذروه الجمل دغيا كتجمد لينا سورتو مع فصل الشتاء دابا دغيا كتجمد لنا الوصفه ولكن راه كتجينا ساهله في التطبيق بالعكس حنا بغيناها بحال هكا ماشي تكون سائله يعني كيف ما شفتوا معايا القوام ديالها فاش وريتكم في الفيديو كتخليوه واحد شويه ميم با واحد جوج دقائق صافي دغيا كتجمد. ها نتوما كيفاش ولات عندنا الوصفه. هاد الوصفه هادي البنات تستعملوها جوج مرات في الاسبوع كافيه على انها تعطيكم النتيجه المطلوبه. انا غنوريكم طريقه الاستعمال ديالها على الايد ديالي علاش لان دابا البنات باقي النهار وباقي الصباح انا كنصور لكم دابا بالصباح لان هاد الوصفه هادي تستعملوها فقط بالليل فقط باللي لان فيها الحامض اولا الليمون اللي هو ما يمكنش ليه ديروه بالصباح نهائيا وهو ممنوع منعا كليا مع اشعه الناس اللي عندهم بشره حساسه. هاد الوصفه هذه قبل ما تستعملوها في البلاصه هذه حدا الاذن ديالكم باش هكا تشوفوا واش عندكم شي مكون في هاد المكونات كتحسس منه البشره ديالكم اولا لا. ضروري قبل هاد الوصفه حطوها فقط على هاد البلاصه هذه. الا كان هنا احمرار صافي ما تستعملوهاش على البشره ديالكم. الا ما كان لا احمرار لا حتى شي حاجه يعني ما عندك حتى شي مشكل مع هاد المكونات ديال الوصفه واستعمليها بعينك مغمض. تاخذوا شويه من الخليط على هاد الشكل هذا غير شويه وغادي تاخذوا مثلا عندكم بلاصه فيها الكلف او التصبغات او البقع في البشره ديالكم غتاخذوا شويه من الوصفه. بالمناسبه باش ما ننساش هاد الوصفه كتحتفظوا بها في الثلاجه وقت ما بغيتوها تخرجوها وتستعملوها عادي. ها نتوما مثلا عندك المشكل ديال الكلف غتشدي هاد البلاصه هادي وغتبقاي بحال هكا بحركه دائريه دغيا كتشربوا البشره دغيا ما كيبقاش يبان. ها نتوما دغيا هادي راه شني ولا البنات اللي قرصتني. المهم دغيا زوقاتني انايا زوقات لي يديا كتحقر عليا شكون اللي كتحقر عليا شني ولا كتبان لي في لي كومونتير. المهم انا راه كنعاني معاها. صافي البنات على هذا الشكل هذا البلاصه اللي فيها المشكل ديال الكلف الناس اللي عندهم الكلف الناس اللي عندهم البقع او التصبغات الناس اللي عندهم اثار حب شباب والناس اللي عندهم بشره جافه هما اللي يستعملوا هذه الوصفه هذه. والناس اللي عندهم بشره دهنيه الناس اللي عندهم الحبوب حب الشباب كينوض لهم في وجههم ما تستعملوش هذه الوصفه بتاتا. اكررها ما تستعملوش هذه الوصفه بتاتا البنات. الناس اللي عندهم حب شباب خصهم يبعدوا كل البعد على الوصفات اللي بحال هكا كيكونوا مركزين ولا هما ثقال وفيهم كميه ترطيب اللي هي كثيره بزاف لان هذه ذروه الجمل راه من اكثر المكونات اللي كيعطيو واحد النعومه وواحد الرطوبه في الجسم خياليه. يعني البنات راه باش نكونوا متفقين الناس اللي عندهم الحبوب ما يستعملوش هذه الوصفه نهائيا فقط الناس اللي عندهم الكلف. والناس اللي عندهم الكلف الجديد يعني الله ولا عندهم غير مؤخرا دغيا كتبان لهم النتيجه في الاسبوعين الاولى. الناس اللي عندهم كلف اللي هو قديم بزاف
اكيد مع المداومه راه اي وصفه كتبغي المداوم باش كتصل النتيجه المطلوبه. وهاد ذروه الجمل راه موجوده في اي بلاصه فين ما مشيتو غتلقاوها، موجوده في جميع الاسواق وفي جميع البلدان البنات. صافي على هذا الشكل هذا غتخليوها في البشره ديالكم كيف ما قلت لكم 20 دقيقه، تخليوها 20 دقيقه على البلاصه اللي فيها المشكل. صافي وتمشيو تغسلو بالماء الدافي ومن بعد تغسلو بالماء بارد، ومن بعد هادشي كامل ترشوا الوجه ديالكم بالماء ورد فوالا على هذا الشكل هذا. ترشوا البشره ديالكم بحال هكا بالماء الورد. ماء الورد راه رائع جدا، كيسد المسام ديال البشره، كيعاون باش دوك المسام ديال البشره ما كيبقوش مفتوحين، وهكا باش كيعقم لينا البشره ديالنا. الماء الورد ضروري البنات ديروه مورا الوصفات حيت كيعقم لينا البشره ديالنا. صافي وتمشي تنعسي، ما تحتاجيش فقط نهائيا ديري كريم مرطب نهائيا، لان هاد الوصفه هادي كترطب مزيان مزيان، كتخلي واحد النعومه عرفتوا انا ايدي دابا كنحس بيها واحد النعومه مثل الاطفال البنات، وغتجربوها وغتعرفوا ان شاء الله اش كنهضر. وما تبخلوش على اختكم باللايكات، اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم، لانها وصفه صراحه قليل 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 غيشاركها معكم بهذه الطريقه المضبوطه وبهذه الطريقه الاستعمال المضبوطه، وان شاء الله تعطيكم النتيجه المطلوبه. ترجعوا عندي لي كومونتير وتشكروني على بحال جميع الوصفات اللي عندي في قناه ناجحه اللهم لك الحمد. كنتمنى ان شاء الله نتلاقاكم في فيديو جاي بخير وعلى خير ان شاء الله. كنحماق عليكم، بوسه كبيره لكم، باي باي.